هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. هالفيديو هذا هو الجزء الثاني من فيديو كيف نذاكر في رمضان. في هالفيديو حاعطيكم نصائح كيف فيكم تذاكروا للاختبارات النهائيه وكيف اصلا نخلص الماده في يوم واحد بس، اي في يوم واحد بس لما نكون مزنوقين وما عندنا وقت. سو جاهزين؟ يلا خذوا الورقه والقلم. بس قبلها اذا كنت اول مره عم بتشوفني ولسه ما اشتركت في القناه، شو ناطر يا بيبي؟ اشترك بالقناه وضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو وحطوا بيج لايك لهالفيديو عشان تدعموني، ومش غلط ومش عيب تنشروا هالفيديو وتشاركوه مع رفقاتكم. جايز اول شيء حنبلش فيه انه احنا نختار الماده اللي راح نذاكرها، بعدين حنفوت على فهرس هاي الماده وحط على كل فصل مدى تمكنك فيه. يعني اذا كنت انت ضعيف في هذا الفصل حط علامه واحده، اذا كنت متوسط علامتين، اذا كنت متميز حط 3 علامات. ليش يا بيبي؟ هالشي هذا يساعد جدا انك تعرف هاي الماده قديش راح تاخذ منك وقت للمذاكره. واكيد هون حنبلش بالفصول اللي انت ضعيف فيها. هلا لما نروح لكل فصل كيف فينا نقدر نذاكر هالفصل؟ سو نتذكر انه احنا مزنوقين وما عندنا وقت. سو ناخذ الفصل الاول تبعنا نقراه قراءه كامله دقيقه. بعد ما نخلص من هاي النقطه نروح على الاسئله اللي موجوده اخر الكتاب او الاسئله اللي بيعطيها لنا الاستاذ في الكلاس. ضروري جدا نراجع هاي الاسئله، ان هاي الاسئله زي المقبلات، اول شيء يتقدم على الاكل، اول شيء اللي حيفتح النفس انك انت تعرف وتفهم هالشابتر اكثر، ونجاوب على كل هاي الاسئله من الكتاب. بعد ما خلصنا هي النقطة حنروح لنقطة أهم اللي هي أسئلة الامتحانات المطبوعة أو اللي بتلاقوها في الباغاسكولير اللي بتشتروها من المكتبات. هون الامتحان معكم وهون الإصلاح، تقرأوا السؤال من هون وتقرأوا الإصلاح تبعه من هون. من هون نبلش نفهم الدرس أكتر والخبايا تبعه، وكل سؤال موجود عندنا نحفظ الإجابة تبعه. بعد المذاكرة تبعك لأكتر من امتحان شوف شو هي الأسئلة اللي كتير متكررة واكتب كل هاي الأسئلة المتكررة والإجابة تبعها، لإني أكيد حتجيك في الامتحان وإحنا بدنا نضمن أكتر عدد من النقاط الممكنة، فاستغلوا دايما هاي الثغرة. بس تخلص هالشي ترجع مرة ثانية للفصل تبعك وتقرأه مرة أولى ومرة ثانية لما بين ما تحس حالك خلاص مكنت منه نهائيا. وهي الطريقة فعالة جدا 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 لحدا مو مذاكر ومو مفاتح الكتاب أصلا ولا عارف الفصل على شو بيحكي. تربحوا كتير وقت وتضمنوا نقاط عالية في الامتحان، وأضعف الإيمان إنك أنت تضمن عدد في الامتحان. وهلا بنجي للنقطة الثالثة، إذا لساتكم عم تاخذوا كلاسز مع الأستاذ تبعكم، غالبا مع كل الأساتذة لما نسكر المادة وخلاص بنكون كملنا كل الفصول فيها بيسوولنا حصص مراجعة. هي الحصص المراجعة مهمة جدا، إنه هي الحصص ما بيحضرها كل الطلاب، والأستاذ يتعمد في هاي الحصص يعطيكم 90% نبذة عن شو حيجي في الامتحان. فاحرصوا إنكم تحضروا هاي الحصص أولا مراجعة مع الأستاذ، وهالشي كتير منيح وبيخفف عليكم في المذاكرة. ثانيا حتاخذوا فكرة شاملة شو ممكن يجيكم في الامتحان. النقطة الرابعة بطلوا الملتي تاسكينج. شو يعني الملتي تاسكينج يا ميرا؟ بمعنى مراجعة مليون مادة بيوم واحد بس. Are you super hero baby؟ لا. سبايدر مان شي؟ لا. سو ليش لنشد حالنا بين هي وهي وهي وهي؟ مراجعة أكثر من مادة في فترة زمنية قصيرة جد حيخليك تضيع ما بين هدول المواد. إنك تخصص ساعتين لمادة واحدة وتتمكن منها أفضل من إنك تخصص ساعتين لثلاث مواد وتكون أصلاً منك متمكن منهم، غير عن إنه حيعطيك شعور خاطئ بالإنجاز بينما أنت يا بيبي ما استفدت ولا شيء. آخر نصيحة لليوم، استغلوا الوقت تبعكم في كل لحظة، لانه في رمضان الوقت بيمر بسرعه وابدا ما نحس فيه، خاصه احنا البنات كل وقتنا بيضيع في مساعده الماما وبين جلي المواعين، بس هالوقت هاد نقدر نستغله للمذاكره. شلون؟ سجلي الدرس بصوتك على شكل جمل او فقرات او تعريفات لمصطلحات، حطي الهيدفونز بودانك وانتي عم تجلي او عم تطبخي واسمعي ورددي لما بين ما تحفظي. بتذكر مرت علي ايام في رمضان كنت عم بحفظ فيها وانا عم بطبخ وبساعد الماما، حاطه هيك كراستي قدامي وعم بطبخ. والشباب كمان نفس الشيء، بالعكس انتم عندكم وقت اكثر منا، وانت رايح البقال لما امك ترسلك مشان شيء فيك تحط الهيدفونز وتسمع للدرس، منها تتسلى بالطريق ومنها بتذاكر. ما في شيء ابدا مستحيل، كمان رمضان هو شهر عزيمه وشهر قوه وشهر تحدي وصبر. وتذكروا دائما انه السقوط اول مراحل الصعود، لانه لا يسقط الا من يرتفع.
شدوا الهمة يا أبطال والله يوفقكم كلياتكم. وهيك جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى عن جد من هالفيديو استفدتوا وطلعتوا بطاقة إيجابية كتير كبيرة، ولا تنسوا اللايك وتنشروا هذا الفيديو مع كل رفقاتكم، واكتبونا تحت في التعليقات إذا عندكم نصائح تانية عشان كلياتنا نستفاد من بعض. وهلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم أحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. أرمانيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامة، باي. في هالفيديو تخيلوا فلوجيس انا بكون استاذتكم، قديش حيكون الكلاس مازرة اول ما بفوت على الكلاس وبقولكم هلو بيبي، اولا اميغوس بوينو. سويتي الواجب يا مياسم؟ لا نعم يا اختي. راح يكون الكلاس مسخره.